استطيع ان اجزم ان الازمه الحقيقيه ابتدات مع ظهور الاسكندر المقدوني ليس ذو القرنين المذكور في القران الكريم في سوره الكهف، وانما الاسكندر السياسي الذي ظهر في اوروبا ثم اتجه الى العراق وبلاد فارس ومصر واخترق الآفاق. إن روسيا أكبر مصدر للحبوب بالعالم، إنها أكبر مصدر للنفط والغاز بالعالم، إنها أكبر مستخرج ومشتري للذهب في العالم، إنها أكبر مصدر للألماس في العالم، إنها أكبر مصدر للألمنيوم بالعالم، وتعتمد أمريكا على 75% من صناعة الطيران الخاصة على الألمنيوم الروسي. الحقيقة هذه المحاضرة تناولت جوانب عديدة جدا ومهمة وضرورية، لأن هذه الحرب هي حرب عالمية بالدرجة الأساس في الجانب الاقتصادي، لأنه كما نلاحظ أن العديد من الاتحادات والقارات والدول والملوك والرؤساء اهتموا بهذا الجانب، مما يدل على أن العراق جزء من منظومة اقتصادية يؤثر ويتأثر، وعليه لابد أن نحلل ونضع البصمات الأساسية والمهمة لكي ننأى بلدنا العراق الغالي عن هذه الحرب وتأثيراتها. وكما لاحظنا وبالأرقام ومن خلال المحاضرة التي تم تقديمها، لاحظنا أن هناك العديد من دول العالم تأثرت تأثيرا كبيرا في الجانب الاقتصادي، وفي العراق هناك خطوات وتوجهات لتخفيف عبء هذه الحرب. الحقيقة الدكتور كان متميز في إلقاء المحاضرة وتأثيرات الاقتصادية لهذه الحرب على جميع الدول، خصوصا أن أوكرانيا لها امتياز في إنتاج القمح والمواد الغذائية الأخرى. نلاحظ صعود الذهب الأونصة، صعودها في كل دول العالم وتأثيراتها على الدولار وعلى العملات المختلفة في دول العالم، وأيضا أنه تحسبات التوسع الروسي باتجاه أوروبا. أوكرانيا تفصل بين حدين الروسي والأوروبي. استضاف اتحاد الصحفيين العراقيين فرع نينوى الدكتور خالد عبد، وذلك للحديث عن السياسة المالية والاقتصادية التي تشوب العالم في هذه الظروف الراهنة. بالحقيقة هذه المحاضرة قيمة جدا من ناحية طرح الأبعاد والآثار الاقتصادية والمالية التي تؤثر في وضع العام بشكل عام. اليوم الموضوع كان يؤكد على دور الإعلام في وانعكاسات الحرب الراهنة في الأزمة المالية التي تعصف في العالم عموما، وأكد على دور الإعلام أن يكون باحثا ومتقصيا لانعكاسات الأزمة المالية، ليوجه من يوجه يستفاد منه في معرفة الأسباب والحلول، لأن هذه المسألة الأزمة المالية تؤثر فعلا على المجتمعات وشعوب العالم، وخاصة كثرة الحروب وخاصة الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا.